ومن الواضح كده ان الكوميديا هيكون ليها مساحه كبيره في رمضان، لاننا هنشوف كمان مسلسل الصفاره بطوله النجم احمد امين، وهنشوف كمان مسلسل جت سليمه بطوله الفنانه دنيا سمير غانم، ومسلسل كشف مستعجل بطوله مصطفى خاطر. ما بقاش عندي امل غير الصفاره، حاول ارجع بيها اصلح حياتي اللي باظت دي. سر الصفاره بيتربط بالثلاث دقائق اللي بتختارهم من عمرك. انا عارف انا هرجع لاني ثلاث دقائق بالظبط. انا عارفه يا استاذ شفيق ومقدره انه مش سهل خالص ان حضرتك تكون اب وتكون ام في نفس الوقت. ام احنا لازم ناخد بالنا قوي ونفتح عينينا ونبعد عن اولادنا اصدقاء السوق دول. انا حاسس ان اولادنا هم اصدقاء السوق اللي كانوا اهالينا بيحذرونا منه. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن مسلسلات رمضان، ما تيجوا نشوف راي الناس في الشارع ايه، ويا ترى هم مستنيين مسلسلات ايه، ومتوقعين انه اني مسلسل يتصدر الترند ويحقق نجاح كبير. مستني سوق كانتو وجعفر العمده والف حمد لله على السلامه كبير، وممكن اتابع لو يوسف الشريف نزل حاجه هتابعها برضو. انا مستني مسلسل الكبير قوي. الكبير قوي مربوحه واحمد مكي وكده. الكبير قوي الجزء الجديد. مستني مسلسل الكبير قوي الجديد الجزء الجديد، ومسلسل جعفر بتاع محمد رمضان. الكبير قوي اشوف مسلسل كبير، لان هو بصراحه اكتر برومو شدني يعني في الاعلانات اللي انا شفتها يعني. محمد رمضان. مسلسل الكبير الجزء السابع. مسلسل رسالة الإيمان. تابع كمان مسلسل دنيا سمير غانم. أتوقع مسلسل أحمد مكي ومسلسل جعفر العمدة. أكتر برومي شدني بتاع مسلسل كبير. الأغنية بتاعت كبير قوي. مسلسل كبير قوي لأحمد مكي. كبير قوي. أكتر برومو شدني اللي هو الكاتبة 101. ومن المسلسلات اللي البرومو بتاعها اتصدر ترند خلال الايام اللي فاتت، ومش بس كده، ده الناس كمان بداوا يعملوا كوميكس على بعض الجمل اللي فيه. مسلسل ضرب نار بطوله احمد العوضي وياسمين عبد العزيز. اللي يسد البيبان المفتوحه يبقى ابن اصول. اضطر يا دم بدم، يا ديه يا فراق. الهدف الجدر واعي واعي. ومن مسلسلات الدراما الشعبية كمان هيكون معانا في رمضان مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وعدد كبير جدا من النجوم. علاقة أي ست بالموضة هي علاقتها بثقتها في نفسها، إحساسها بجمالها وأنوثتها وبتحسن مزاجها. بس أنت اللي فكرك بالدكانة بعد العمر ده كله يعني؟ هو إيه كل الأسئلة دي؟ هو أنت حكم دار السوق؟ إيه ده، أنت عرفتيني إزاي؟ أنا اسمي طه القماش، حكم دار المحروسة كلها. تحسيني مش شبه الناس اللي في السوق كده، لا في لبسه ولا في كلامه. دايما كنت بسأل ايه يتم متجوزين، انتوا ازاي قابلتوا وحبيتوا بعض؟ كانوا دايما يردوا يقولوا النصيب ساعته مظبوط. الدراما السعوديه بقى هيكون ليها مساحه كبيره السنه دي باكتر من مسلسل، منها حضره العمده بطوله روبي وعمله نادره بطوله نيلي كريم. انا حياتي وحياه ولدي في خطر كبير قوي. عركة عركتنا لا اشوفه خايف، قسما بالله لا تخو بنفسي، عركة حياة أو موت. انتوا اللي خليتوها ترمي نفسها في النار يا علو. دم هيغرق الناجع يا أم. هيكون في عدد كبير جدا من المسلسلات الاجتماعية زي مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة يسرا، ومذكرات زوج بطولة طارق لطفي، وعلاقات مشروعة بطولة ياسر جلال. دي مذكرات زوج وأب عادية جدا، فيهاش أي حاجة مميزة. دكتور طاعين اشتكي منين؟ حكاية ابتدت بكوابيس. بدأت تفكر وتخطط لأكل مراتك؟ لم، لحظة التنوير. شكلهم الرجالة اتضربوا خلاص كلهم. مراتي يا فندم متجوزين بقالنا 16 سنة وثلاث شهور. المسلسل اللي عمل حالة كبيرة جدا من الجدل بمجرد طرح البوستر بتاعه هو مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي، واللي بيناقش قضية مهمة جدا وهي قضية وصاية الأم على أبنائها وكثير من المشاكل اللي بتواجهها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق. أنا حاولت، أقسم بالله حاولت، أسأل اللي هعمله يا حبيبي والله.
كانش عندي حل تاني. ومن الأعمال المهمة اللي الناس على السوشيال ميديا بدأت تتكلم عنها برضو هو مسلسل سر البتاع، وهو المبني على رائعة الأديب الكبير يوسف إدريس. وهو كمان من بطولة عدد كبير من النجوم زي أحمد السعداني وأحمد فهمي وحسين فهمي، ومن إخراج خالد يوسف. لما الغزاة هجموا على مصر قام لهم السلطان حامد وقال لهم والله ما تدخلوا الا على جثتي. انا حامد يا نابليون. احنا اتولدنا يا ابني بين المهام موجود في البلد. الناس اللي بيحفروا في المهام دول بيدوروا على ايه مدفون؟ الورقه دي شكلها من ايام الحمله الفرنسيه. الورقه فيها شويه الغاز، حاولت حلها عن طريق بحث وتدقيق. وبكده نكون خلصنا فقره ترندز اوف ذا ويك.